وبعد دعوة برنامج كورة للمصالحة وبجهود طيبة من اللاعب لاعب نادي الميناء أحمد محسن أبو كريشة، تمت مصالحة اللاعبين محمد شوكان وأحمد جليل حنون كما تشاهدون، وهي دعوة ونتمنى أن تكون هذه اللقطة بوابة لعودة نادي الميناء هذا النادي الكبير إلى أمجاده باعتباره أولمبية مصغرة يمثل ثغر العراق البصرة الفيحاء. دعوة لجميع الرياضيين نبذل خلافات أو الاختلافات لمصلحة هذا النادي لإنقاذه في هذا الموسم ووصول به إلى بر الأمان.